السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله رايحين نحلو تمارين صفحة 76 من كتاب اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة أولى متوسط، وهو درس خاص بالساعة. تابعوا معي. I listen معناتها نسمع. Look أنظر. At the example and do the same نشوف نسمع نشوف ونخدم مثال كما راهو أمامي، معناتها نديرو نفس الطريقة اللي راهي أمامكم. إذن هنا عدنا ثلاث توقيتات أو ثلاثة مواقيت خاصة بالساعة. عندنا الكتابة نتاعها بالأرقام، رايحين نكتبوها بالحروف. We have 2:30 معناتها زوج وثلاثين دقيقة ولا زوج ونص. نقولو it is or it's 2:30. it is okay. it is ولا it's، نكتبو it ونديرو هذيك الشلطة من الفوق ونديرو s. it is ولا it's 2:30 okay. 2:30. ننتقلو للمثال الثاني. عدنا 3 o'clock. 3 o'clock راي مكتوبة بالأرقام، ثلاثة نقطتين صفرين نكتبوها بالحروف. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. ولا نقولو it is 3. It is 3. Okay. ولا it's 3. عدنا المثال الثالث. 5 نقطتين صفرين. 5 2.20 اللي هي راهي الخمسة بيل. الساعة راهي الخمسة بيل. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. ولا it is 5. It's 5 o'clock. ولا it is 5. كيما الساعة ثلاثة بيل، it is 3 o'clock ولا it is 3. Okay. عدنا 25. 25. It is 5:20. It is 5:20. هنا فقط أنا نكتبو في التوقيت بالحروف. هنا عدنا 25 in English نقولو it is 5:20، ولكن هنا مدوهم لنا بالأرقام وهنا نكتبو فيهم بالحروف. It is 5:20 كما تشوف فيها كما تكتبها. It's 1:50 راهي الوحدة وخمسين. It's 1:50 الوحدة وخمسين اللي هي الزوج غير عشرة. It's 1:50. هنا هذا التمرين طولنا الرقاسات ولا عقارب الساعة، كتبوهم لنا بالأرقام وإحنا نكتبوهم بالحروف. It is ولا it's 2:30. ومن بعد عدنا it is 3 o'clock ولا it is 3. عدنا it's 5 o'clock ولا it is 5. It is 5:20. It is 5:20. كتبناها كيما راهي كيما ننطقوها كيما راهي مكتوبة عفوا بالأعداد، كتبناها بالحروف. It is ولا it's 1:50 الوحدة وخمسين. It's 1:50. اوكي راكم تشوفوا كيفاش نكتبوهم. هذو هنا الكتابه لازم تتدربوا عليها. هنا ما عليكم غير ديروا امثله زايده من عندكم، تبدلوا فقط عقارب الساعه في الارقام اللي حابينها وتخدموا امثله هكذا باش تزيدوا تفهموا الدرس اكثر واكثر. اذا الان ننتقلوا لتمارين صفحه 78. عندنا I pronounce معناتها pronunciation اللي هو النطق الحروف ولا نطق الكلمات ولا النطق بعامة، هو the pronunciation. هنا عندنا I pronounce معناتها رايحين نتدربوا على النطق. task 2 where do these words live معناتها أين تعيش هذه الكلمات. أين تعيش هذه الكلمات. عندنا كلمات يخلصوا بالاس، وفي اللغة الإنجليزية الاس في آخر الكلمة ينطق زاد وينطق اس وينطق اي زاد معناتها is okay. وعدنا أيضا الـ H وقتاش يكون، هنا دارونا مثال على الـ H كيفاش ننطقوه، ودارونا أيضا على الـ A كيكون في آخر الكلمة كيفاش ننطقوه، كيكون عدنا الـ E وكيفاش ننطقوه، أيضا كيكون عدنا S في وسط الكلمة كيفاش ننطقوه. فقط هذو أمثلة باش تتعلموا النطق، وهو حلو لتمارين الرقم 2 صفحة 78.
عندنا loves loves. راكم تشوفوا عندنا بين خطين ز ز زد. النطق نتاع الاس هنا ينطق ز loves. اوكي عندنا rights rights س rights. الاس هنا في اخر الكلمه نطق اس. عندنا shops shops س الاس نطق اس. عندنا هاي هاي. الاتش هنا مكتوب وينطق لانه في اللغه الانجليزيه في بعض الاحيان عندنا حرف الاتش نكتبوه وما ننطقوهش. اما هنا عندنا هاي ه هاي. عندنا تيلز تيلز. هنا الاس نطق زد ز تيلز. وبعد عندنا هنا breakfast. شوفوا هنا كتبنا اي ما نطقناهاش breakfast ولا breakfast breakfast breakfast. بين قوسين عندنا الاي اللي هو vowel. شوفوا كيفاش ينطق. فقط هذا التمرين باش تتعلموا كيفاش تنطقوا بعض الكلمات. عندنا dances dances. عندنا is is. dances ز ز. اوكي dances. finishes finishes. الاس مكتوب في اخر الكلمه ولكن نطق is. dances finishes. ومن بعد عندنا حرف الاي اللي هو vowel. في اللغه الانجليزيه عندنا vowels والconsonants. الvowels اللي سبق وشرحتهم لكم هما خمسه حروف. عندنا اي 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 يو اند او. والconsonants هما باقي الحروف نحو منهم فقط هذ الخمس حروف. عندنا هنا listen. الاي مكتوب ولكن هنا ما نطقناهاش لسين ولا لسون نطقناها listen. اوكي عندنا house. الاس هنا نطق اس. هاوس كيما شوبس هاوس. اوكي هذو فقط امثله باش تعرفوا تنطقوا الاس كيكون في بدايه عفوا في نهايه الكلمه وكيكون ما قبل الاخر الكلمه ولا كيكون في وسط الكلمه. عنده ثلاثه طرق للنطق اس زد واي زد. وعندنا الاتش في اللغه الانجليزيه ايضا مرات يكون حرف منطوق ومرات يكون ماهوش منطوق. وهنا نطق تاع الفاولز اللي هي اي 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 يو اند او ايضا كيفاش ننطقوها في كي تكون في الكلمات. اذا هذا تمرين محلول نتمنى ان شاء الله يكون فاتكم. ما تخافوش منه هذا الدرس هو فقط درس تمهيدي راح نزيدوا تتعمقوا فيه أكثر وأكثر في الدروس القادمة وفي السنة الثانية والثالثة والرابعة متوسط بإذن الله. إذن وصلنا لختام هذا الفيديو نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا. نتلقاو في الفيديوهات القادمة اللي راح تكون مزيد من الحلول والشرح مع فروض لنموذج الأول لامتحان أو فروض الفصل الثاني. أترككم في رعاية الله وحفظه.